مش على طول الكرة خطيرة ممتازة راسية، لكن إلى ركلة فرد، ركلة فرد. أدي ويلسون سواريز عملاق ما شاء الله، شوف راسه، شوف راسه مرتب لصالح نادي الوسط. أدي على طول علي صالح، تسديدة جميلة ولد عظيمة، جول روعة روعة روعة. الله، هدف أول الوسط ممتاز، هدف تعادل، فرصة تعادل، والحارس ممتاز. لسه فيها كلام، لسه فيها كلام، ضغط لصالح الزفة، يا سلام بدون اوفسايد، لفة الوسط، يلا يا جردان يا ولد، العرضية خطيرة ممتازة، الوسط ضغط في الفيرست تايم، هيخرجها بره البوكس، خلاص فقدت خطورتها وساوتها وفقدت هيبتها. ترجع الكورة تاني، عرضية خطيرة ممتازة، لكن يطلع الدفاع. 23 تصديق مرة تانية على طريق خالد بوزير، ادي خالد بوزير يمشي على طول الكرة تاني، واحد ضد واحد، خطير جدا خطير جدا. عصام العدو يا ولد، ويلتون سواريز، ويلتون 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 ومساحة، ويلتون قدام يا ولد عظيم يا ابني. الأمر يعود من خلال الشوط الأول، وننتظر ونتأهل شوط المباراة الثاني. كرة جميلة، آخر كرة ممتازة، ممكن تجيب الفارق، شوط تاني عظيم يا ولد. الزفرة يقرب الفارق يا ولد، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يقرب الزفرة الفارق. سمع هس، هنسجل هنسجل سهيل المنصوري، المنصوري المنصوري المنصوري. مباراة جميلة، ثلاث أهداف في 48 دقيقة، ولا زال التقدم مصطوي. كرة جميلة يا ولد، لعيب المهارة، المهارة العرضية، فرصة تعادل، لكن تعدي خطيرة خطيرة جدا. أول مرة الزفرة يصل لعدد وافد من اللعيبة في الطرفين الثاني. سهيل المنصوري يمسك كرة، محمد سيف مفتاح الناحية بتاعت فابيو ليما، قاعد على طول انطلاقة ثاني، تصويبة على الأرض، لكن سهل الخالد السلام مرات على الارض دي برضه، لو حد قابلها ونكشها في منتهى شويه تعديلات معاه، خطير جدا. ويلتون سواريز الوصل الثالث ينهيها، العرضيه الثالثه على